بسم الله الرحمن الرحيم. تكاليف المنشآت الخدمية. إعداد دكتور أماني محمود موسى. الموضوع الأول الإطار العام لتكاليف المنشآت الخدمية. احنا النهاردة أو الكورس عبارة عن هيبقى موضوعين بس عشان الظروف اللي احنا فيها. هيبقى موضوع الأول إطار العام لتكاليف المنشآت الخدمية، والموضوع الثاني تكاليف منشآت المراجعة أو خدمات المراجعة. الموضوع الأول لو الإطار العام لتكاليف المنشآت الخدمية، هنتناول في النقط التالية: أساسيات محاسبة التكاليف، أو أحيانا بتسمى إدارة التكلفة، النظام التقليدي لقياس تكاليف مشكلات تطبيقه في قطاع المنشآت الخدمية، نموذج الـ ABC ومشكلات تطبيقه برضو في نفس القطاع، الاتجاه المعاصر لقياس التكاليف في قطاع المنشآت الخدمية باستخدام TDABC لو نموذج قياس التكاليف على أساس الأنشطة الموجهة بالوقت. أول حاجة أساسيات محاسبة التكاليف. مفهوم محاسبة التكاليف، مفهوم محاسبة التكاليف مفيش مفهوم محدد لمحاسبة التكاليف، لكن في كذا اتجاه ممكن أعرف بيه محاسبة التكاليف. الاتجاهات دي في مجموعها ممكن توضح لي أو تبين لي ايه هي طبيعة محاسبة التكاليف. اول حاجة محاسبة التكاليف هي فرع من فروع علم المحاسبة، بيقوم بتقديم معلومات بتتعلق بعناصر النفقات ويسجلها ويبوبها ويحللها ويخصصها ويحملها على مراكز التكلفة او اوامر التشغيل لعمليات مختلفة. ليه؟ عشان احسب تكلفة المنتجات والخدمات المؤداة، واعداد قوائم وتقارير لتقييم الأداء. ممكن الإدارة تستخدمها أو أساسي الإدارة بتستخدمها في تقليل الهدر والضياع والتلف وزيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف وزيادة الأرباح. نيجي للمفهوم الثاني أو الاتجاه الثاني، محاسبة التكاليف أداة تحليلية ورقابية بيحكمها مجموعة من الطرق والمبادئ، زي أي علم ليه طرق ومبادئ قواعد وأسس مبني عليها. بيمد المستويات الإدارية بمعلومات وبيانات تستطيع من خلالها تقييم الأداء والرقابة على كفاءة تشغيل واستخدام عناصر التكاليف. الرقابة والأداء، تقييم الأداء والرقابة عليه بمقارنة البيانات الفعلية مع المؤشرات الموضوعة مسبقا. طيب، محاسبة التكاليف كفرع من فروع علم المحاسبة بيهتم بتجميع وتحديد وتفسير بيانات التكاليف بغرض ترشيد أداء الإدارة في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرار. أهداف محاسبة التكاليف. ممكن أقول إن الهدف الرئيسي لمحاسبة التكاليف هو تزويد متخذ القرار بالمعلومات اللي بتمكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التكاليف داخل حدود التنافسية. يعني إيه وضع التكاليف اللي هي الموارد المستهلكة داخل حدود التنافسية؟ يعني تكلفة التكلفة عندي في المنشأة بتاعتي لازم تبقى يا أقل من المنافس يا زي المنافس، كده أقدر أبقى وأنمو في السوق. طب علشان احقق الهدف الرئيسي ده لازم مجموعه من الاهداف الفرعيه يتم تحقيقها: قياس تكلفه اداء الخدمات المساهمه في تسعير الخدمات المؤديه، قياس الاداء الفعلي بصوره تفصيليه، مساعده الاداره في التخطيط واعداد الموازنات التخطيطيه، مساعده الاداره في الرقابه على عناصر التكاليف، ومساعده الاداره في اتخاذ القرار. وظائف محاسبه التكاليف. بتقوم محاسبه التكاليف بعدة وظائف عشان تحقق أهداف. أول حاجة تسجيل. يعني إيه التسجيل؟ تسجيل بيانات التكاليف من خلال تسجيل حيازة الموارد، تسجيل استهلاك أو استخدام الموارد، والتضريبات المحاسبية، توجيه الاهتمامات للمواقع أو لمواطن الخلل والقصور، حل المشكلات. لازم محاسبة التكاليف تساعدني في اتخاذ القرارات غير الروتينية. يعني ايه اتخاذ القرارات غير الروتينية؟ يعني توجد لي مجموعة من البدائل لما اجي اقارن واعمل مقارنات علشان اخد قرارات. زي هل مثلا ادخل في منتج معين، هل الجديد عن المنتج اللي عندي، هل اوقف منتج من المنتجات اللي عندي، وهكذا. دي قرارات غير روتينية. التسعير، قرار التسعير ده قرار غير روتيني، مش كل يوم الشركة بتقوم بعملية التسعير للمنتجات بتاعها. فلازم تقول لي محاسبة التكاليف او تبين لي هل ابيع من المنتج بكذا ولا بكذا ولا بكذا. فلازم تحللي مشكلات اتخاذ القرارات. تصنيف عناصر التكاليف.
عندي كلام بسيط جدا عن عناصر التكاليف عشان اصنفها في تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة. اول حاجة التكاليف المباشرة، وفقا ده تصنيف بيقول لي لاغراض تحميل التكاليف لازم اصنف مباشر وغير مباشر. مباشر كل التكاليف اللي اقدر اتتبعها والصقها بالمنتج. طب التكاليف المباشرة التكاليف اللي ما اقدرش اتتبعها والصقها بمنتج فبحملها من خلال التخصيص والتوزيع زي ما قلنا قبل. في احيانا بيتم تصنيف التكاليف لاغراض اتخاذ القرارات، تكاليف متغيرة يعني بتتغير مع حجم النشاط، وتكاليف بعد كده ثابتة ما بتتغير مع حجم النشاط، وتكاليف مختلطة بيبقى جزء ثابت وجزء متغير زي تكاليف الصيانة. الثابت فيها ايه؟ لو تكاليف صيانة دورية بتبقى الجزء ثابت، في تكاليف طارئة او صيانة طارئة دي بتبقى ايه؟ ده الجزء المتغير. كلام بسيط واخدناه قبل كده بس احنا بس بنحاول نفهم. ايه التكاليف الثابتة؟ ما بتتغيرش مع تغير حجم النشاط. تكاليف المختلطة قلنا جزء يبقى متغير وجزء ثابت زي تكاليف الصيانة. نيجي بعد كده نشوف ايه هو النظام التقليدي لقياس التكاليف ومشكلات تطبيقه في قطاع المنشآت الخدمية. هو في الواقع ده نظام بيقوم على اما الاستخدام المباشر على اساس الحصر العيني يعني المقاييس المادية، يعني بيقيس التكاليف ازاي من خلال مقاييس مادية، اوزان، احجام، اطوال، مساحة، اقدر من خلاله اقوم بحصر حركة الموارد التكاليفية المستهلكة بشكل كبير جدا من خلال الحصر العيني، يعني اقدر اقيسه بمقاييس مادية واضحة ودقيقة، وده بيكون خاص بالتكاليف المباشرة. طيب في بعد كده مقاييس الاستخدام غير المباشر على اساس الحجم، ده خاص بالتكاليف غير المباشر. يعني قلنا علشان ما اقدرش مثلا اخصص او احدد نصيب المنتج من اجمالي او مصروف الاهلاك بتاع مثلا المبنى كله، فبعمل حاجة اسمها معدلات تحميل تكاليف. بجيب اجمالي التكاليف غير المباشرة على اسس التحميل واضربها مثلا في ايه، يديني تكاليف غير المباشرة لعدد للوحدة اضربها في عدد الوحدات تديني اجمالي التكاليف غير المباشرة. فبيرتكز هذا النوع من المقاييس على فرضية رئيسية ان وحدات التكلفة النهائية اللي هي المنتجات بتخلق طلب على وحدات التكلفة الوسيطة، يعني المنتجات هي السبب في وجود مراكز تكلفة، وبالتالي مراكز التكلفة بتكون هي السبب في استهلاك مجموعة من الموارد التكلفية. الموارد التكلفية دي ما بتكونش ايه متجانسة، ما بتكونش متجانسة، فبيتم الارتكاز على المخرجات اللي هو عدد الوحدات، ساعات العمل الآلي، ساعات العمل المباشر كأساس تحميل اللي هو وسيط لقياس الاستخدام المباشر. كل ده بيترجم في وجود معدلات تحميل التكلفة اقدر من خلالها اضرب تكلفة غير المباشرة لكل مثلا ساعة عمل، لكل وحدة انتاج، لكل ساعة تشغيل في عدد الوحدات المنتجة تديني مقاييس الاستخدام غير المباشر او تديني تكاليف غير المباشر للوحدة غير المباشرة للوحدة. وده المشكلة الرئيسية في نظام التكاليف. طب بقى تطبيق مقاييس الاستخدام المباشر احنا قلنا هي الاساس في المشاكل بتاعت قياس التكليف. طبعا مفيش مشكلة في التكاليف المباشرة، لكن كل المشكلة بتتمحور حول الاستخدام غير المباشر للموارد او التكاليف غير المباشرة. كل ده اللي احنا قلنا فيما يختص بالتكاليف غير المباشرة بيسبب لي مشكلة في تدني دقة قياس التكاليف. ليه؟ في تباين في اختيار وسيط القياس اساس التحميل، وده بيفتح مجال الاجتهاد الشخصي. اي مجرد ما بيدخل الاجتهاد الشخصي في تحديد حاجة معينة يبقى ده قرينة على وجود اخطاء في القياس وفشل القياس. احيانا استخدام اساس قياس واحد يستند الحجم لقياس مجموعة متباينة من الموارد يتم استهلاكها من قبل منتجات غير متجانسة يؤدي الى تحميل بعض المنتجات بتكلفة اكبر وتحميل البعض الاخر بتكلفة أقل.
الاعتماد على الحجم كمقياس للموارد غير المباشرة التي يتسافر استهلاكها كل منتج، واعتباره المحرك الوحيد للتكلفة، إجراء يفتقر إلى الدقة لأن قيمة التكاليف غير المباشرة لا تتناسب مع عدد الوحدات التي يتم إنتاجها من المنتج النهائي. نموذج قياس التكاليف على أساس الأنشطة اللي هو الـ ABC أو الـ Activity Based Costing ظهر علشان يتغلب على المشاكل بتاعة النظام التقليدي أو النموذج التقليدي لقياس التكاليف، فظهر باعتباره الابتكار المحاسبي الإداري الأكثر شهرة في القرن الماضي علشان يحلل المشكلات بتاع النموذج التقليدي. طب استند إلى إيه؟ إن تخصيص وتوزيع تكاليف الموارد غير المباشرة بيتم بالتحري على مسببات حدوثها. كان نظام النموذج التقليدي لقياس التكاليف كان بيقول إيه؟ وجود منتجات هو السبب في وجود مراكز تكلفة، وجود مراكز تكلفة هو السبب في وجود إيه؟ استهلاك للموارد. قال لي لأ، الأقسام أو مراكز التكلفة باعتبارها أماكن ما بتستهلكش موارد، والنبى الأنشطة اللي بتتم فيها أو بيتم ممارستها في الأقسام دي هي اللي بتستهلك موارد. يعني طول ما القسم أو المركز ما فيهوش نشاط يبقى ما فيش موارد مستهلكة، يبقى ما فيش إنتاج. طيب جاء قال لي لأ، هو مش القسم هو اللي بيستهلك الموارد، ده ممارسة النشاط هي السبب في استهلاك الموارد، فقال النشاط هو المسبب، قال إيه؟ مسبب التكلفة. وبكده انا عرفت ايه هو اللي ممكن يسبب لي استهلاك الموارد، فوفر نموذج قياس تكاليف الأنشطة معلومات دقيقة عن استخدام الموارد غير المباشرة وحقق لي العديد من المنافع او المزايا، وهي الفهم الافضل لاسباب نشأة التكاليف، تخفيض التكاليف لاني هعرف الأنشطة اللي بتستهلك موارد وما بتضيفش قيمة واستبعد تخصيص الموارد على نحو ادق عند اعداد الموازنات. يعني في انشطه ملهاش لازمه بستبعدها فبخصص الموارد على باقي الانشطه اللي ليها لازمه، فده بيسمح لي باستغلال امثال الموارد. كشف على عن المنتجات غير المربح. طيب على الرغم من كده الا ان في مشاكل كتيره واجهت التطبيق. ايه هي بقى المشكلات؟ اول حاجه مشكله التفرقه بين الطاقه المستغله وغير المستغله. كان لما يجي علشان اطبق نموذج الاي بي سي كنت بقول ايه، بحدد التكاليف بتاعت الأنشطة، ومن تكاليف الأنشطة بحملها على أغراض التكلفة اللي هي وحدات المنتجات. طب لما أجي أحدد تكاليف الأنشطة بحددها على أساس إن النشاط اشتغل بكامل طاقة موارده، يعني الموارد اللي فيه مثلا، لو هنقول إن الموارد اللي فيه هي موارد أفراد، هي أفراد بيشتغلوا عشان يمارسوا النشاط. طيب هل الأفراد دول هيقوموا ب نسبة 100% بطاقتهم؟ يعني أنا مثلا بروح الشغل الصبح بقعد من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 4 العصر، تمام، هل أنا هشتغل من 8 ل 4 دايركت، مش هشتغل جزء منهم في الواقع العملي؟ أكيد مش هشتغل 100%، هيبقى في أوقات كتير ما أقدرش أنتج فيها، في وقت اجتماع، في وقت مؤتمر، في وقت ورشة عمل، في أوقات ما أقدرش أنتج فيها النشاط الرئيسي بتاعي، فبالتالي ما اقدرش احسب التكاليف غير المباشرة على اساس كامل طاقة الموارد اللي في النشاط. فدي كانت اول مشكلة، ان هو ما بيقدرش يفرق ما بين الطاقة المستغلة وغير المستغلة. يبقى لما كان بيحدد تكاليف غير المباشرة للنشاط كان بيحددها على اساس كامل طاقة النشاط، كامل طاقة الموارد المستخدمة في اداء النشاط، وده غلط. الفرد ده رفضه تي دي اي بي سي، واستند بناء على ذلك الى حاجة اسمها الطاقة العملية. مشكلة الافتقار النمذجة المفاهيمية للنشاط. يعني ايه الاي بي سي؟ في الاي بي سي ما كنتش اعرف احدد النشاط. النشاط عبارة عن موضوع هلامي او مفهوم هلامي، ممكن شركة تحدد النشاط من نقطة ايه لغاية نقطة سي، يبقى ده النشاط بالنسبة لها. شركة تانية بتمارس نفس النشاط ممكن تقولي ان النشاط بدايته ايه واخره دي، فالنشاط ده ما كانش له معيار او مرجع معين في تحديده. طيب ودي، وعلشان اعجب تكاليف النشاط لازم يبقى النشاط محدد بشكل كبير، وده ما كانش بيحصل في الاي بي.
مشكلة تحديد محركات التكلفة. قلنا محركات التكلفة هو العامل اللي بيقول لي التكلفة او اللي بيتجسد لي او اللي بيتسبب لي في زيادة التكلفة او نقصانها او نقصان. طيب وبما ان النشاط غير محدد او غير محدد بشكل صحيح، فمحرك التكلفة بناء عليه ما اقدرش احدده بشكل صحيح. فمن مشكلات برضو الاي بي سي تحديد محركات التكلفة. فكانت محركات التكلفة تعتبر عملية معقدة في حالة ان في تجميع لأكتر من نشاط في مجمع نشاط واحد. في الحالة دي ما اقدرش احدد محرك تكلفة بشكل دقيق، فلازم اختار على اساس حكمي. وقلنا الاسس الحكمية او الاجتهاد الشخصي بيخلق لي او بيفتح لي باب لعدم الدقة. بناء على المشاكل اللي ظهرت لي في الاي بي سي ظهر التي دي اي بي سي، ومفيش اختلاف في تعريفه ما بين الكتابات، فكلهم بيتمحوروا على انه نموذج بسيط تكلفته اقل، فعال، بيعمل على تحميل تكاليف الموارد غير المباشرة بطريقتين. عن طريق تحديد حاجتين. اول حاجة معدل تكلفة الطاقة اللي هو معدل التحميل، بجيب تكلفة غير المباشرة وبقسمه على الطاقة العملية. ايه هي الطاقة العملية؟ هي الوقت المتاح للافراد في اداء العمل المنتج. يعني لو الوقت الاساسي لانتاج الافراد 8 ساعات في اليوم، فهم بيستخدموا مثلا او بيصفوا 8 ساعات دول على 5 ساعات، فاقول ان الطاقة العملية هي 5 ساعات. اجيب اجمالي التكاليف غير المباشرة على ال5 ساعات، اديني التكلفة غير المباشرة في الساعة، اضربها في عدد الساعات اللي تم استخدامهم في اداء النشاط اللي هو بحسبه بقى ببناء معادلات الوقت. تاني حاجة اقدر اجيب تكلفة النشاط. يبقى تغلب لي بقى نموذج التي دي اي بي سي على مشكلات تطبيق نموذج الاي بي سي ازاي. اول حاجه تغلب لي على مشكله التفريق بين التكاليف بين الطاقه غير المستغله والطاقه المستغله ببناء معادلات لتحميل التكلفه على اساس الطاقه العمليه مش النظريه. تاني حاجه تغلب لي على مشكله الافتقار للنمذجه المفاهيميه للنشاط. قالك النشاط في الاي بي سي هو مفهوم هلامي. جالب علشان احدد النشاط بشكل دقيق بحدد الافراد اللي بيستخدموا او بيتم استخدامهم في اداء النشاط ده. طيب بيستخدمهم في اداء النشاط لانتاج منتج او لتقديم خدمة. فجيب الافراد، المنتج مثلا عبارة عن مكتب، الافراد اللي بتستخدم في انتاج المكتب وبيعه للعميل. فرد، اول فرد بيقوم بتقطيع الخشب، ثاني فرد بيقوم بتجميعه الخشب، ثالث فرد بيقول ثالث فرد دهنه، رابع فرد بنقله، خامس فرد ببيعه. فدي سلسلة الافراد المستخدمة في اداء النشاط. طيب يبقى النشاط عبارة عن من اول تقطيع الخشب مثلا لغاية بيعه، يبقى ده النشاط. وبكده يبقى انا اتغلبت على مشكلة تحديد الايه النشاط. نموذج التي دي اي بي سي بيتغلب على مشكله تحديد محركات التكلفه، حاطط محرك تكلفه واحد وبديل هي الطاقه العمليه زي ما قلنا اللي هو المقام بتاع معدل التحميل. فبكده اقدر اشوف الفرق ما بين الاي بي سي والتي دي اي بي سي في الجدول اللي جاي ده. الفلسفة واحدة ان النشاط هو السبب في ايه؟ في وجود استهلاك الموارد، وان المنتج هو السبب في وجود الايه؟ النشاط. ويبقى الفلسفة هي فلسفة ربط الاثر بالسبب زي الاي بي سي بالظبط. طب مراحل تطبيق النموذج ده سهلة وواضحة. محرك التكلفة في الاي بي سي كان عندي كذا نوع من محركات التكلفة، عدد اوامر، مساحة، ساعات تشغيل الآلة مثلا. يعني التي دي اي بي سي هو محرك واحد مكافئ محرك الوقت. يبقى معدل التحميل اجمالي التكاليف غير المباشرة على محرك تكلفة النشاط
ده في الاي بي سي. في التي دي اي بي سي معدل التحميل كان عبارة عن ايه؟ اجمالي التكاليف غير المباشرة على الطاقة العملية لمجموعة الموارد. مزايا نموذج الاي بي سي، مزايا كتيرة جدا: حسم الجدل حول مدلول النشاط، ربط الموارد المستهلكة بالانشطة وبأغراض التكلفة، تحميل غرض التكلفة بتكلفة الموارد المستهلكة فعلا، استخدام معادلات الوقت في توضيح الاختلاف في وقت اداء نشاط مجموعة الموارد. مش معنى ان نموذج التي دي اي بي سي فيه مزايا الا ان هو بيخلو من العيوب، لا، في مشكلتين رئيسيتين ممكن تقابلني في تطبيق نموذج الاي بي سي. اول مشكله تحديد الزمن المطلوب لاداء النشاط. احيانا بيبقى فيه حاجه اسمها اخطاء التحديد identification errors، دي الاشخاص اللي بيحددوا النشاط بيتجاهلوا بعض المهام المستخدمه في اداء النشاط ده، فما بحددش النشاط بشكل صحيح. وفي حاجه اسمها اخطاء التقدير estimation errors. يعني ايه الاستيميشن ايرورز؟ انا لما اجي احدد وقت النشاط ممكن ده برضو يخضع للحكم الشخصي والتقديري بالزياده او النقص في وقت تنفيذ النشاط. طب اعمل ايه؟ لازم اجيب فريق معين يعمل حاجه اسمها ملاحظه مباشره ويعمل دراسه للوقت بالستوب واتش كده، يشوف ويلاحظ النشاط بيتم اداؤه بكام مهمه، كل مهمه احسب لها وقتها، مجموع اوقات المهام دي تديني اجمالي وقت النشاط. طيب المشكله الثانيه اخطاء بناء معادلات الوقت. ممكن ناس ما تعرفش، كشركه عايزه تطبق تي دي اي بي سي ما تعرفش تبني معادله الوقت دي اول حاجه، او تدخل بيانات غلط في المعادلات، وبالتالي لو ما انا ما حسمتش المشكله دي هيبقى نموذج قياس تي دي اي بي سي هيديني معلومات مضلله بقدر وجود الاخطاء دي. الموضوع التاني تكاليف خدمات المراجعة. عشان اعرف تكاليف خدمات المراجعة لازم اعرف تبويب، اعرف يعني ايه تكاليف مراجعة وتبويباتها والعوامل المؤثرة في تكاليف المراجعة وترشيد تكلفة خدمات المراجعة باستخدام خرائط تدفق القيم. اول حاجة دي مقدمة بقول فيها ان المراجعة وظيفة اقتصادية واجتماعية ليها محدداتها بتميزها عن الانشطة الخدمية التانية. تتسم بيئة مهنة المراجعة بالمنافسة الشديدة، فده بيحط ضغوط تنافسية على المراجع علشان يدي أقصى جودة ممكنة بأقل تكاليف ممكنة علشان يزود ربح عملية المراجعة. وعلشان كده، علشان يحقق المراجع المعادلة الصعبة دي الجودة والتكلفة، لازم يتبنى منهجية يستطيع من خلالها توفير أكبر قدر من الجودة في عملية المراجعة وتخفيض التكاليف على قد ما يقدر. وده السبب في اللجوء إلى خرائط تدفقات القيمة لتخفيض التكاليف علشان أزود هامش ربح عملية المراجعة. طيب إيه بقى تكاليف خدمات المراجعة؟ باختصار شديد، تكاليف خدمات المراجعة ممكن أقولها أو أعبر عنها من وجهة نظر العميل اللي هي المنشأة محل المراجعة، وممكن أعبر عنها من وجهة نظر المراجع اللي هي منشأة المراجعة. أنا العبرة عندي إيه؟ إن أنا أعرف تكاليف خدمات المراجعة من وجهة نظر المراجع اللي هي منشأة المراجعة، تمام؟ علشان أعرف أخفض التكاليف دي وأقدر أزود هامش الربح لمنشأة المراجعة. فتكاليف المراجعة من وجهة نظر العميل هي عبارة عن ايه؟ احجام اتعاب المراجعة، تكاليف الوقت اللازم لموظف الشركة في تزويد المراجعين بالمعلومات، تكاليف الوقت اللي بيساهم في اعضاء الادارة في تسهيل مهنة المراجعة للمراجعين. طيب تكاليف عملية المراجعة من وجهة نظر مراقب الحسابات هي المفروض كل التكاليف اللي بيتحملها مكتب المراجعة علشان يدي رأي فني عن مدى عدالة وضوح العرض بالتقارير المالية في كافة جوانبها الهامة وما يترتب على هذا الرأي من آثار. علشان كده قلنا إن عملية المراجعة هي في واقع الأمر بتمثل نظام تكاليف الأوامر، علشان كل عملية مختلفة عن العملية التانية. فلو جمعت التكاليف اللي أنا او الموارد اللي انا استخدمتها والتكاليف المنفقة في كل عملية مراجعة اقدر اشوف اجمالي التكاليف بتاعت عملية المراجعة.
طيب في الحالة دي احدد بقى تكلفة الامر لكل عملية مراجعة ازاي. اول حاجة بحدد عملية المراجعة، بعد كده بحدد التكاليف المباشرة لعملية المراجعة، بعد كده بحدد اسس التحميل الخاصة بتحميل التكاليف غير المباشرة للعملية او لامر المراجعة، وبعد كده بحدد تكاليف غير المباشرة بكل اساس من اسس التحميل اللي انا حددتها، احسب معدل التحميل لكل اساس، بعد كده احسب التكاليف غير المباشرة المحملة على اللي المفروض بتتحمل على عملية المراجعة، واجيب بعد كده اجملي تكلفة الامر التكاليف المباشرة زائد التكاليف غير المباشرة لعملية المراجعة. طيب هيتضح مما سبق ان في ثلاث انواع من تكاليف عملية المراجعة، في حاجة اسمها تكاليف تشغيلية، في حاجة اسمها تكاليف محتملة تابعة لعملية المراجعة، في حاجة اسمها تكاليف جودة. التكاليف التشغيلية تكاليف مباشرة زي ساعات العمل لفريق المراجعة، ساعات العمل لشركاء المراجعة، لمديرين المراجعة، تكاليف مباشرة الانتقال خارج المدينة علشان اعمل عملية مراجعة او امر مراجعة معين، تكاليف الوجبات والسكن دي اقدر اخصصها على امر المراجعة، التليفون والفاكس، وتكاليف النسخ والتصوير دي بتبقى خاصة بامر عملية مراجعة. فادام مرتبطة بالامر او عملية المراجعة اللي هو غرض التكلفة يبقى تكاليف مباشرة مخصصة او ملتصقة او اقدر اتتبعها على الامر، عشان كده اسمها تكاليف مباشرة. في تكاليف غير مباشرة، تكاليف ادارية، تكاليف ايجار، مصروفات إليك ما اقدرش اتتبعها او الصقها بامر الايه، بامر المراجعة او عملية المراجعة. وبالتالي تكلفة الامر او عملية المراجعة عبارة التشغيل التكاليف التشغيلية زائد التكاليف تشغيل المباشرة زائد التكاليف التشغيلية غير. طب ايه بقى التكاليف المحتملة؟ دي تكاليف محتملة تابعة لعملية المراجعة، دي التكاليف اللي بيتحملها مراقب الحسابات نتيجة فشله في اداء عملية المراجعة بالمستوى المطلوب، مما ترتب عليه وقوع في خطأين، خطأ اسمه خطأ ألفا وخطأ بيتا عند إصداره لرأي الفني المحايد عن مدى صدق وعدالة العرض بالتقرير المالي. يعني ايه بقى خطأ ألفا وخطأ بيتا؟ يبقى التكاليف المحتملة لفقدان الأعمال نتيجة الوقوع في خطأ ألفا دي التكاليف الناتجة عن قيام مراقب الحسابات بإصدار تقرير متحفظ في حين يجب ان هو كان يصدر تقرير نظيف. طب التكاليف المحتملة نتيجة الوقوع في خطأ بيتا، تكاليف الناتجة عن قيام مراقب الحسابات بإصدار تقرير يتضمن رأي نظيف في حين انه كان يجب ان يصدر تقريرا متحفظا. وبالتالي بيقول ان القوائم المالية تتسم بالصدق والحيادية في حين انها غير صادقة وغير حيادية، وبالتالي بيترفع عليه ايه، يترفع عليه دعوة قضائية، يبقى معرض للمسؤولية القانونية عشان هو ضلل مين، المستثمرين والأطراف المعنية بالقوائم المالية اللي بيعمل التقرير عنه. في تالت حاجة تكاليف جودة، ودي خدناها قبل كده زي وفيها نوعين، تكاليف الرقابة وتكاليف الفشل في الرقابة، تكاليف المنع والوقاية، تكاليف الكشف والاختبار، تكاليف الفشل الداخلي، تكاليف الفشل الخارجي. المنع والوقاية اللي بيتم انفاقها لمنع حدوث الأخطاء قبل وقوعها، تكاليف الكشف والاختبار دي اللي بيتم انفاقها بهدف تحقق دقة المنتج أو الخدمة المقدمة للمواصفات أو مستوى الجودة المطلوب من العميل، تكاليف الفشل الداخلي دي التكاليف الناشئة عن إن المنتج دون المستوى أو المواصفات المطلوبة ولكن لم يتم ولكن تم اكتشاف ده قبل وصول المنتج الى العميل. تكاليف الفشل الخارجي دي التكاليف الناتجه عن ان المنتج غير مطابق للمواصفات وتم اكتشاف العيوب اللي فيه بعد وصوله الى العميل. طب ايه بقى العوامل المؤثره على تكاليف خدمات المراجعه؟ في عوامل من وجهه نظر منشاه المراجعه، وفي عوامل من وجهه نظر مقدم الخدمه المنشأة محل المراجعة. طب ايه العوامل المؤثرة في تكاليف المراجعة؟ عندي حجم منشأة المراجعة، لو زاد حجم منشأة المراجعة هتزيد التكاليف التشغيلية. تخصص منشأة المراجعة، تخصص منشأة المراجعة لو منشأة المراجعة متخصصة
في مراجعة نشاط بعينه، نشاط بعينه، اكيد التكاليف غير التكاليف التشغيلية هتقل، وتكاليف الرقابة هتزيد. ليه؟ ما عندها خبرة، فالتكاليف التشغيلية بتاعتها هتقل. طيب تكاليف الرقابة اللي هي المنع والايه، المنع والاكتشاف، بعد كده اللي هو الفحص والاختبار، هتزيد علشان اوصل لمستوى جودة كويس. في مستوى تكنولوجيا المعلومات، الخبرة المهنية والتأهيل العلمي والعمل لفريق مراجعة، ضغوط موازنة الوقت، طول فترة العلاقة التعاقدية، الدعاوى القضية، كل ده بيأثر لي في تكاليف المراجعة. طيب في عوامل مؤثرة في تكاليف المراجعة برضو، من مرتبطة العوامل دي بالمنشأة محل المراجعة اللي هي طالب الخدمة، حجم المنشأة محل المراجعة، الاعتماد على عمل المراجعة الداخلية في المنشأة محل المراجعة، حجم مخاطر أعمال العميل، درجة تعاقد الأعمال، الاتصال بين عميل المراجعة وفريق المراجعة، ترشيد تكلفة خدمات المراجعة باستخدام خرائط تدفق القيمة. في الجزء ده بقى عايزة أعرف تعريف خرائط تدفق القيمة، مراحل إعدادها، منهجية عمل خرائط تدفق القيمة، مستويات خرائط تدفق القيمة، دور خرائط تدفق القيمة في ترشيد التكاليف وقبلها، مصادر الفقد اللي المفروض أعرفها علشان أقدر أمنعها باستخدام خرائط تدفق القيمة. خرائط تدفق القيمة، خرائط تدفق القيمة دي الأداة الرئيسية اللي بيعتمد عليها منهج الترشيد اللي هو Lean Approach في تحديد الأهداف المرجوة المتعلقة بتحسين جودة ترشيد التكلفة، تخفيض الوقت، زيادة القيمة المقدمة للعميل، بالتعرف على مواضع حدوث الاختناقات والأنشطة غير المضيفة للقيمة، واستبعاد الأنشطة والمناطق دي اللي هي مناطق الاختناق يعني اللي بتمثل مصدر من مصادر الفقد أو الضياع. طيب احنا قلنا في حاجة اسمها Lean Approach، ده المنهج الجديد اللي المفروض في بيئة التصنيع الحديثة، أو المستخدم أو اللي بيتم انتهاجه في بيئة التصنيع الحديثة. من ضمن أدواته خريطة تدفق القيمة. خريطة تدفق القيمة دي أداة رئيسية بتبين لي مسار تدفق القيمة. يعني إيه مسار تدفق القيمة؟ إيه الأنشطة، مسار الأنشطة أو سلسلة الأنشطة اللازمة لإضافة قيمة إلى العميل بإنتاج منتج يحقق رغباته من حيث الجودة ومن حيث التكلفة. خريطة تدفق القيمة دي بترسم لي بقى مسار تدفق القيمة دي، علشان كده بقول هي النواة الرئيسية اللي بيعتمد عليها منهج الترشيد. يبقى كده اقدر اعرف خريطة تدفق القيمة باعتبار الاداة اللي بيتم موجبها رؤية تدفق الموارد والمعلومات. هي بترسم لي مسار تدفق القيمة، وقلنا مسار تدفق القيمة اللي هو سلسلة الانشطة اللازمة او اللازم ادائها لوصول منتج منخفض التكلفة عالي الجودة في التوقيت المناسب يحقق متطلبات العميل. طيب علشان المسار يتسم بكل ده لازم يبقى عندي حاجة اسمها خريطة تدفق قيمة. بتعمل ايه خريطة تدفق القيمة؟ بتوريني تدفق الموارد والمعلومات والوقت والتكاليف الخاصة بسلسلة الأنشطة في مسار تدفق القيمة، تمام؟ وبالتالي اقدر من خلال كل ده اعرف الأنشطة غير المضيفة للقيمة، الأنشطة المضيفة للقيمة، وداعم الأنشطة المضيفة للقيمة، واستعمل الأنشطة غير المضيفة للقيمة، ومصادر الوقت الفاقد والضياع. طيب مراحل اعداد خريطة تدفق قيمة او خريطة تدفق قيمة، بحدد فريق اول حاجة مرحلة التحضير، تاني حاجة خريطة الوضع الحالي، تالت حاجة التخطيط والتنفيذ. مرحلة التحضير بشوف الناس اللي هتعمل لي خريطة تدفق القيمة، وبحدد المشروع محل الدراسة، المشروع او المنتج اللي عايزة احسنه من حيث قيمته. بعد كده حدد مسار تدفق القيمة الخاص بانتاج المنتج ده علشان احطه في خريطة تدفق قيمة، ارسمه في خريطة تدفق قيمة، تمام. بعد كده بعمل خريطة الوضع الحالي. يعني خريطة الوضع الحالي بقول مسار تدفق قيمة ده ايه الانشطة اللي فيه، ازاي بتتدفق في الموارد والمعلومات، المواد والمعلومات، ايه هي التكلفة بتاعت كل سلسلة، ايه هو الوقت بتاع كل نشاط اقصد. بعد كده نفذ عمليات التحسين، وبعد
او احدد عمليات التحسين، وبعد ما احدد عمليات التحسين هيبقى عمليات التحسين مترتب عليها استبعاد الانشطه غير المضيفه للقيمه، وبالتالي هعمل خريطه الوضع المستقبلي اللي هو المنشود الوصول اليه. الخريطه دي بتوضح لي مسار تدفق القيمه بعد استبعاد مصادر الهدر والضياع. طب ايه هي بقى منهجية تطبيق خرائط تدفق القيمة؟ ايه الفرق بين مراحل الاعداد الاول ومنهجية تطبيق؟ مراحل الاعداد دي المراحل المفروض بتمر بيها اي خريطة تدفق قيمة لازم اعملها. طب ايه المنهجية؟ المنهجية آلية تطبيق خرائط تدفق قيمة، بعملها ازاي او بطبقها في الواقع العملي ازاي؟ لازم اكون عارفة المشكلة وادرس العملية وبعد كده ادرس الوقت. يبقى كده انا بحضر العمل، دي بقى قبل ما اشتغل اللي هو البري وورك. في تحديد المشكلة، بعمل خريطة الوضع الحالي، بحدد الانشطة المضيفة وغير المضيفة للقيمة، واحدد مواضع الاختناق، يبقى بحدد فين المشكلة. بعد كده بحاول اوجد حدود ليها، حلول ليها، فيكسد. بعملها ازاي؟ من خلال الحلول دي بعملها ازاي؟ من خلال جلسات العصف الذهني، البرين ستورمينج. الناس اللي هم شغالين على مسار تدفق القيمه يقعدوا كده يقولوا طب احنا هنحل المشكله دي ازاي، كل واحد يقول الفكره اللي عنده، وبعد كده بيصفوا الافكار والاراء دي ويحاولوا يطبقوها على الواقع العملي علشان اوصل لتحسين المأمول. بعد كده اعمل اجراء عمليه التحسين فعلا. بعد ما حطينا البدائل بتاعه التحسين، اقوم بقى بعمليه التحسين الفعلي بالبديل المناسب اكتر، وبنفذ التحسين، وبعمل بعد التحسين عمليه خريطه الوضع المستقبلي. بشوف ان بعد التحسين ان الخريطه في المستقبل هتبقى عامله كده، خلاص خريطه تدفق قيمه او مسار تدفق قيمه بعد استبعاد مصادر الهدر والضياع بقت كده، فبرسم لها خريطة الوضع المستقبلي. طيب خريطة الوضع المستقبلي دي مجرد ما احطها مش هسيبها كده، لازم اراقب الاداء فيها، اتجنب المخاطر اللي ممكن تقابلني فيها، واعيد النظر في التحسينات. عشان كده بقول ان لازم يبقى فيه تحسين مستمر وحفاظ على فاعلية الحلول. طيب مستويات خريطة تدفق القيمة والاشكال المستخدمة فيه. قلنا خريطة تدفق القيمة دي الخرائط اللي بتبين تدفق المعلومات، تدفق المواد علشان لغاية ما اوصل المنتج، وخط الوقت، دراسة الوقت. وبتستخدم خريطة تدفق القيمة مجموعة من الأشكال الأساسية علشان أعرف مسار تدفق القيمة عامل ازاي. الشكل الأولاني مثلا بيقول لي ان في عميل او مورد، الشكل التاني بيقول لي ان في عمليات تصنيع، والشكل التالت حرف الاي ده بيقول لي ان في انفنتوري مفروض عندي في الحته دي. فلو استبعدت الانفنتوري ده يبقى في ايه؟ استبعاد لاحد مصادر الفاقد، وهكذا بقى كل الاشكال اللي موجوده دي بقى الاشكال. ايه بقى مسببات الفاقد والضياع اللي عمالين بنقول ان خريطة تدفق القيمة من خلالها اقدر استبعد مسببات الفاقد والضياع؟ الدراسات قسمت لي مسببات الفاقد والضياع لثمان مسببات. فقد بسبب زيادة الانتاج، ساعات الشركة تروح عاملة انتاج كبير جدا ما بتعرفش تصرفه ولا تبيعه فبتخزنه، فبيبقى فيه زيادة تكاليف تخزين، كل ده بيزود لي التكلفة من غير مردود او عائد رئيسي من التكاليف ده، فيعتبر مصادر هدر وضياع. انتظار زي تعطل الالات، في وجود اعطال ما اقدرش اشتغل، فبيبقى في انتظار، كل ده بيأخر لي المنتج للعميل وبيزود لي التكاليف. في حركة غير ضرورية، احيانا بيبقى تصميم المصنع غير منظم، فالافراد بيتم تحركاتهم بشكل مبالغ فيه، فده بيستهلك وقت اكتر، يبقى وقت اكتر يعني تكلفه اكتر. فقط بسبب الانتاج المعيب، اي معيب طبعا بيبقى فيه تكاليف، مواد خام مهدره، عماله بدون اي اضافه جديده، بياخدوا فلوس بس على الفاضي،
فكل ده بيترتب عليه تكاليف. مصادر الهدر والضياع متمثلة في الحالة دي في المعين، فقد بسبب التنقلات او ضياع او هدر بسبب التنقلات. يعني ايه تنقلات غير ضرورية للمنتجات او للايه للمستندات او المعلومات؟ ازاي المنتج يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا، والورقة تتمدي من القسم ده والقسم ده والقسم ده والقسم ده. طب انا ممكن استغنى عن كل اللفات دي واختصرها في اماكن معينة بحيث ما زودش او اطول الوقت والتكلفة بناء على كده بتزيد، فقط بسبب الزيادة في المخزون. الفقد بسبب الزيادة في العمليات، عمليات غير ضرورية ممكن احطها او اعملها تحط لي اجزاء منتج او تزود لي درجة تعقد المنتج، والعميل ما يكونش عايز ده، فما بتضيفليش قيمة، فبتبقى تكلفة على الفاضي ووقت مهدر. الفقد بسبب عدم الاستغلال الكفء للعاملين، في طاقات بضيعها، في طاقات ما بستغلهاش احسن استغلال ممكن، فده بيبقى فيه تكلفة وفي نفس الوقت وقت مهدر، فكل ده بيزود لي في التكلفة والوقت، يبقى يعتبر مصدر من مصادر الهدر والضياع. دور خرائط تدفق القيمة بقى في ترشيد التكاليف بيتم من خلال ايه؟ حاجة اسمها مقاييس الوقت. خريطة تدفق القيمة مش مجرد برسم سلسلة الأنشطة وخلاص، لا ده أنا بشوف الوقت المستهلك أو المستغل في كل نشاط. والله ممكن الوقت ده بيكون أكتر من اللازم، ومعنى أنه أكتر من اللازم يبقى فيه مصدر هدر أو ضياع. باستبعاد مصدر الهدر أو الضياع دي أقدر أعمل إيه؟ أقدر أخفض التكاليف وأخفض الوقت وأوصل المنتج بالجودة والتكلفة المطلوبة بالجودة العالية والتكلفة المطلوبة في وقت مناسب للعميل. طيب بتستخدم في دراسة الوقت ايه بقى؟ حاجة اسمها وقت العملية process time او cycle time، وحاجة اسمها وقت التنفيذ. وقت العملية الوقت المستغرق فعليا لأداء العمل بدون انقطاع، ويتضمن أداء المهام الخاصة والحديث والتفكير، ممكن يطلق عليه ايضا cycle time. طيب ايه هو بقى وقت التنفيذ؟ الوقت المنقضي من بداية إتاحة العمل إلى حين اكتماله وانتقاله إلى الشخص التالي. يبقى وقت التنفيذ من استلام العمل لتسليم العمل للخطوة التالية، وقت العملية زائد الانتظار. وقت العملية هو الوقت العملية فعلا بما فيهم الانتظار. يبقى لو قللت الانتظار يبقى وقت التنفيذ يساوي وقت العمليات. في الحالة دي بستبعد مصادر الهدر. وقت التنفيذ وقت العمليات دول بستخدمهم في حاجة اسمها مؤشر النشاط، بتوصل من خلالهم لحاجة اسمها مؤشر النشاط. لو النسبة المئوية من الوقت لأي شيء تم أداؤه للعمل من خلال النظام سواء كان مضيف أو غير مضيف للقيمة، وبتساوي حاصل اسمت إجمالي وقت العمليات على إجمالي وقت التنفيذ. طب مؤشر النشاط وقت العمليات كذا، وقت التنفيذ كذا، تمام. لو وقت العمليات مثلا 80 دقيقة وقت التنفيذ 100 دقيقة، يبقى 80 على 100 يبقى 80%. معنى ان وقت المؤشر النشاط 80% وهو المفروض اكون وقت النشاط 100%، يبقى في عندي وقت مهدر بنسبة كام؟ 20%. وبكده اقدر اقول ان مقاييس الوقت المستخدمة في خريطة تدفق القيمة اتعرفت من خلالها على مسببات الفقد والضياع اللي باستبعادها اقدر احسن التحسينات المنشودة، وبالتالي اوصل الخدمة صح للعميل في الوقت المناسب بالتكلفة المعقولة وبالجودة الكبيرة. شكرا جزيلا، مع تمنياتي ليكم بالتوفيق والنجاح، وان شاء الله يبقى امتحان سهل وجميل مش هيخرج اللي بره قلناه. اللي عايز يختصر الكلام اللي احنا قلناه يختصر، اللي عايز يستفسر عن حاجة او عايزني اشرح له حاجة ممكن نتواصل على الميل اللي انا حطها قدام حضراتكم دلوقتي، او الموبايل
ده موبايلي وعليه واتساب برضو. طيب حد عايز يسأل حاجة ممكن يبعتلي على الواتساب. عندكم جروب عاملينه معين ممكن تضيفوني على الجروب ده وتسألوني من خلال الجروب علشان الأسئلة وإجاباتها تكون عامة قدام الناس كلها. ربنا يكرمكم إن شاء الله، يكون امتحان ظريف ولطيف كده إن شاء الله بإذن الله. وأي استفسار زي ما قلت أنا تحت أمركم. أسفة على الإطالة بس هما موضوعين كان لازم يعني بقدر الإمكان أغطي نقط مهمة فيهم. مش كل الناس مطالبة، يعني مش كلكم مطالبين بالكلام ده كله، يعني انتوا مش مطالبين بالكلام ده كله. ممكن تختصروا، ممكن تكتبوا باسلوبكم بس الاسلوب يكون علمي زي ما قلنا قبل كده، وما يتعبنيش طبعا في التصحيح. يعني اتمنى لكم التوفيق والخير وربنا يكرمكم، وانا زي وعدي ليكم ان شاء الله كلكم ناجحين، وهما موضوعين مش هيخرج عنهم الامتحان يعني ان شاء الله. وبالتوفيق ليكم كلكم يعني، وكل ترم وانتم طيبين. سلام عليكم.